لينا قانون محلية الأسواق المالية في إكويتي جروب. لينا أهلا بك معنا. أهلا فيك. كان آخر الأحداث اجتماع البنك المركزي الأوروبي وسمعنا تصريحات كريستين لاغارد، أشارت إلى عدة نقاط، ستستمر في مراقبة ما يجري في أسواق العملات، ستزيد من شراء الأصول خلال الأشهر القادمة. هل تعتقد بأن هذه الرسالة اليوم من كريستين لاغارد كانت عامل في تقليص اليورو ومكاسبه خلال الجلسة؟ نعم، بالنسبة لما ذكرته كريستين لاغارد عن كل يعني ستبقى ببرنامج شراء الطوارئ وأيضا برنامج شراء السندات وغيرها من الأمور التي ذكرتها خلال المؤتمر الصحفي، لكن هذه رسالة شفوية للتحكم في عوائد السندات الخزانة. بالتالي نحن نلاحظ أنه السندات الألمانية حتى عم نشوفها كانت ارتفعت، وشفنا رسائل يعني خلال الفترة الماضية كيف أنه تصريحات من كريستين لاغارد عدد من المسؤولين غير راضيين عن الارتفاع اللي بيصير بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لأن هذا بيخلي إنه يعني بقل من تكاليف بالنسبة للأفراد الأقراض للشركات والأفراد، وبالتالي هذا بيأثر على التعافي الاقتصادي. فهذه رسالة موجهة لتهدئة عوائد سندات الخزانة. بالتالي إذا نظرنا إلى اليورو مقابل الدولار، بالنسبة لمؤشر اليورو هو من شهر ديسمبر ضمن نطاقات محدودة نسبيا، وشفنا كيف إذا شفنا الانكماش في منطقة اليورو كان ب0.7%، إذا ما قارناه بدول خارج منطقة اليورو كيف كان هناك نمو خلال الربع الرابع من العام الماضي مثل الصين، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي لو يعني استقرت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا السندات الأوروبية وسندات منطقة اليورو، فهذا سوف يجعل يعني يدعم ارتفاع اليورو إلى تقريبا مستويات 1.20. لو اتسعت هذه الفجوة سوف نشهد بعض الضغط على اليورو، ممكن نشوف 1.18 1.17 إذا ارتفعت طبعا عوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم أنه انخفضت خلال هذه الفترة. اليوم لنا حتى لو ننظر إلى أساسيات الاقتصاد، أشرت إلى نقطة بأن نعم الاقتصاد اليورو انكمش خلال الربع الماضي، ومن المتوقع أيضا أن ينكمش حتى ولو بشكل طفيف خلال الربع الأول من هذا العام، بينما نشهد نهوض سريع جدا في الاقتصاد الأمريكي نتيجة عدة عوامل، قد تكون سياسات المالية أبرزها، ولكن أيضا حملات التلقيح، أيضا أسرع تراجع في أعداد مصابين في الفيروس والاستشفاء. هل هذه قد تكون عوامل كافية لدفع الدولار بقوة أمام اليورو؟ نتحدث عن المدى القصير يعني خلال ربما شهرين. نعم، المدى القصير نعم نتوقع أنه لأني كما ذكرت حملات التطعيم مختلف عن ما فعلته حتى بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن البيانات مختلفة حتى عن طريق تراجع عدد الإصابات، عن قيود الإغلاق، حتى عم بيشوف أنه بلشنا نرفع قيود إغلاق لكن في بلدان أخرى ما زالت مستمرة قيود الإغلاق، فهذا سيؤثر على التعافي الاقتصادي وممكن يخلي أنه يضع اليورو يعني بعض الضغط ونشوف قوة للدولار بس على المدى القصير، لكن على المدى الطويل نظرتي مختلفة للدولار الأمريكي. بعرف يعني في آخر يعني حديث لدينا يعني ترينا بأن الدولار على هبوط. نعم، وما زلت أقول على هبوط. طيب المؤشر اليوم بالقرب من مستويات 92، عندما تحدثين عن هبوط يعني أين ترين ربما المؤشر في نهاية هذا العام؟ بالنسبة للدولار الأمريكي إذا وصلنا لمستويات 91 رح نشوف الاتجاهات فنيا، الاتجاهات هابطة، والدولار يعني ليس وليد اللحظة، فالاتجاهات الهابطة كانت من مارس عام 2020 بلشنا نشوف الدولار عم بيضعف. هناك عوامل عدة عم تخلي انه يتجه نتوقع انه الدولار الامريكي ضعيف رغم الارتفاعات اللي شفناها على الدولار الامريكي نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية اللي وصلت ل 1.16
في المئة بعد ما تراجعت. اليوم شفنا الدولار كيف تراجع، طبعا هذا كله بسبب السندات الخزانة الأمريكية لنص التضخم حسين اللي ظهرت أنه أضعف مما كان متوقعا بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين، فهذا بيخلي البحث عن استثمارات يعني ربما تكون عوائدها متوسطة. الآن يبحث المتداولون عن خطط يعني أو عن استثمارات بديلة عن النقد مثل أسواق الأسهم نتيجة يعني النظرة التفاؤلية حول التعافي الاقتصادي، فهذا يلعب الدور الرئيسي في أنه الدولار الأمريكي سوف انخفاض أمر وارد جدا جدا يكون على الدولار الأمريكي ويستمر بالانخفاض، وربما قلت لك لو يعني وصل 91 اتجاه هابط فنيا. يعني برأيك أنه الريسك سنتمنت هذه المعنويات هي ستكون الدافع الأكبر لتراجع الدولار، الابتعاد عن الدولار أخذ مخاطر، نعم. مخاطر أكبر. نعم، حزمة التحفيز الأمريكية كمان لو تم تمريرها راح تكون يعني يعتقد اليوم قد توقيعها يوم غد من جو، نعم. بايدن يعني، نعم. هي تمت الموافقة، فهذا الشيء حزمة إذا قارناها بالحزمات الأخرى فهي بأكبر بكثير، فبالتالي راح تؤدي لارتفاع يعني ارتفاع التضخم، يعني التضخم سوف يرتفع لأنه، نعم. راح يزيد الإنفاق والشيكات للملايين من الأمريكيين راح يتم دفعها ب 1400 دولار، فبالتالي هذا كله راح يزيد الإنفاق وبالتالي رح يرفع مستويات التضخم، يعني ارتفاعات للتضخم رح تكون أكيد، وخاصة أسعار النفط اللي يعني نتيجة ارتفاع أسعار النفط رح تلعب دور رئيسي في ارتفاع التضخم، وبالتالي هذا رح يضغط أكيد على الدولار الأمريكي المتوقع. طيب دينا، ترينا يعني هذا الهبوط للدولار، وكما نعلم بأن مؤشر الدولار يوجد عدة عملات، ما هي هذه العملات يعني التي ستتفوق على الدولار؟ الدولار الأسترالي ممكن. أسترالي؟ نعم. اليوم يعني بقرب من 77 الأسترالي أو 78 سنت. طيب يعني العملات دائما المرتبطة بالنمو الاقتصادي بالتعافي الاقتصادي المرتبطة بأسعار السلع هي اللي بترتفع، عم نشوف أنه أسعار السلع غالبيتها مرتفعة، فهذا بيأثر على تحركات تلك السلع. ولا ننسى أنه الصين البيانات اللي ظهرت خلال الأسبوع الماضي عن الصادرات اللي ارتفعت بأكثر من 60% مقارنة أكثر من التوقعات بالنسبة للواردات، فهذا بيخلي انه العملات يعني كالصين كاكبر يعني بلد في اسيا فعم بيكون فيها تعافي، فهذا بياثر بيفتح الثقه في الاسواق وبيخلي الشهيه لاخذ المخاطر، ومتوقع انه الدولار الاسترالي انه ممكن يوصل لصفر فاصل يعني 79 وبعدين ممكن يوصل لصفر فاصل 28 اذا في حال في ظل التعافي الاقتصادي، وايضا التوقعات انه الدولار شوي تراجع. يعني على المتداولين في أسواق العملات الاتجاه شرقا. لينا قنوة محللة مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.